السلام عليكم، ازيك يا باشمهندسين؟ كان دايما ساعات بتبقى انت شغال برنامج، بتبوظ حاجه في البرنامج، بتبوظ حاجه في الاعدادات، فبتقوش ترجع البرنامج زي اصله. زي مثلا مثال شريط، مثلا ده انا شريط الكوماند لاين مثلا اللي بتكلم معاه، فانت كتبت مثلا كنترول 9 فانا لغيته، فانا مش عارف ارجعه، فعايز ارجع البرنامج زي ما كان زي ما فتحته. او خفيت اي حاجه من بار ستيت، او خفيت اي حاجه من القائمه اللي فوق، فبعمل ايه؟ كليك يمين اوبشن على طول، بروح جاي داخل على البروفايل ومتكة ريستارت، كل حاجة ريستارت البرنامج نفسه، فراح جاي تكت اوكي، راح جاي مرجع لي الشريط ومرجع لي كل حاجة زي ما كانت على اصلها، بما فيهم شغل موجود زي ما هو، مفيش اي مشكلة. لو اي حد عنده مشكلة يقدر يسألني في الكومنتات، اي حد محتاج اي حاجة يقدر يتواصل معايا على البيج بتاع الفيسبوك هندساوي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر.